يقول السؤال لا شغل لا زواج لا بيت نقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك من فضله شوف يا أخي عليك بدعاء موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يا أخوان يا أخوات يا أيها المسلمون يا عباد الله شوف اخونا هذا يقول لا زواج لا شغل لا بيت لاحظ سؤاله سؤاله لا زواج لا شغل لا بيت ما هو وضع موسى عليه السلام في مدين بعد ما سقى للمرأتين وتولى الى الظل لا زواج لا شغل ولا بيت موسى عليه السلام في مدين بعد ما سقى للمرأتين تولى الى الظل لا زواج لا شغل ولا بيت ماذا دعا ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير أنا فقير إلى خيرك يا رب أنا محتاج إلى خيرك يا رب فجاءه زواج وبيت وشغل جاله زواج وبيت وعمل إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج جالوا زوجة وجالوا عمل في رعي الغنم ومنه يأكل وصار عند الرجل الصالح عند الرجل الصالح كلمات عظيمة 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 اني لما انزلت الي من خير فقير اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا ثم اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين الله اكبر الله اكبر ما اعظم هذا الدعاء